طيب دلوقتي احنا عملنا خد بالك بقى معايا من الحته اللي جايه دي، عملنا مثلا وليكن شلنا البول الثاني والبول الثالث. طيب هاجي اعمل بول جديد نيو ستورج بول، وخد بالك من الحته اللي جايه دي نيو ستورج بول، اقول له نيكست، والمره دي هقول هسميه 900 مثلا وليكن، ده بول جديد خلاص. اوكي لا مش 900 انا اسف 04 مثلا. بص يا جميل هاخد كل الهاردات ديت ما عدا هاردين او ثلاثه كفايه، يعني كفايه يعني مثلا دول 7 1 2 3 4 5 6 7 حلو قوي 7 7 هاردات كرييت 7 هاردات. فعملت اللي هو 04 ده فيه 7 هاردات زي ما حضرتك شايف، كليك باليمين عليه وهقول له نيو فيرتشوال ديسك وفور، اقول له اوكي واقول له نيكست، خد بالك بقى من اللي جاي، ويعمل لي بتاع سميه 900 مثلا وليكن، خد بالك من الحته اللي جايه ديت، وباريتي في حاجه اسمها سنجل باريتي ودول باريتي ما كانتش ظاهره في الفيديو اللي فات، السنجل باريتي والدول باريتي هو جابها لك على طول وقال لك باريتي وخلاص، لا في حاجه اسمها سنجل وبي دول. السنجل باريتي لو الريت كام؟ الريت 5. طب الدول باريتي الريت 6. طب الريت 6 ده اللي هو ازاي؟ اللي هو بدل ما بيبقى المشكله على هاردين، لا سواء على هارد واحد تبقى على هاردين، واحد يقول لي لا مش فاهم حاجه، اقول له طيب فاكر انت لما كتب لما اتكلمنا عن الريت 5؟ هتقول لي اه فاكر. طيب مش لما كان بيكبير الداتا او الداتا بيكبيرها كلها في هارد ديسك؟ قال لك اه. قال لك لا بص بقى، هو اقل حاجه لازم يكون فيه 5 هاردات عشان يتعامل معاهم، تمام؟ طيب او 6 هاردات ماشي. بياخد هاردين يحط عليهم الداتا كامله ويوزع على الباقي، يبقى هو هنا بيعين هاردين بدل هارد واحد، بيتعامل مع هاردين عليهم الداتا ايه كامله، بحيث لو ضاعت لو هارد ضاع مفيش مشكله، هارد تاني كمان ضاع برضه ستيل مفيش ايه مشكله. فهنا اسمه ديوال باريتي، معناها الموضوع مختلف هنا تماما زي ما انت شايف. فاقول له ديوال باريتي ان هو الريت 6 فيكسد فيكسد، اعمل لي 6 تيره 6 تيره 6 جيجا انا اسف 6 جيجا كرييت كرييت. يبقى الباشا هنا عمل لك ايه؟ ريد 6. دي بدايه، خد بالك. نيكست 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 فينش، عمل لك درايف اف 6 تيره. نقدر نضيف هارد ديسكس اخرى لصاحبنا ده ونقول له نو ستورج بول، ونعمل ديوال باريتي او سنجل باريتي او ميرور، وبعد كل ده اقدر ان انا لما يطلع لي درايف اقدر ان انا اعمل ايه؟ ها اعمل بي ريد 5 كمان فوق الكلام دوت. فهمنا حاجه؟ حد فهم؟ حد فهم يا رجاله؟ اللي فهم يكتب 5. اتفضل يا حبيبي انت صغير اتفضل. اللي فيه ايه؟ اه ينفع دي حاجه، يعني انا اعمل بول بول كل بول بشكل مختلف، وبعد اقفل يا ريت المايك بالله عليك عشان الصوت اللي طالع، اعمل كل بول بشكل مختلف، وبعدين في الاخر اخد الرؤوس بتاعتهم او القمم الجزر بتاعتهم قمه الجزيره بتاعتهم دول ان انا ايه اعملهم ريد 5 مثلا، او ان انا اعمل ديوال باريتي هنا وهنا وهنا وهنا، ده نوع من انواع الايه فولت توليرنس، وفي الاخر ان انا اجمع اخر ثلاثه دول مع بعض. طبعا كده انت عامل ريدندنسي ابن كلب جامد جدا. ايه ده؟ ايه ده اللي انت عامله ده يا عم صقر؟ ايه ده؟ ما هو ما حدش قال لك ان انت الداتا مش مهمه، ده داتا يعني كنز، الداتا اللي انت عاملها دي كنز حاجه مهمه، مش بتجيبليش بقى شويه افلام وشويه هبل وتقول لي ده حاجه مهمه، لا انا بتكلم على معلومات مثلا شغال في شركه برمجه وبتعملوا برنامج مهم، بتعملوا داتا او 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 مثلا بترسموا رسومات اوتوكاد، بترسموا رسومات 3 دي ستوديو مهمه جدا، او بتعملوا فيديوز 3 دي بال 3 دي ستوديو او حاجه زي كده، داتا مهمه فاهمني؟ فخايف لا تضيع. مايننج داتا مثلا بتعمل مايننج مثلا زي بتاعت البيتكوين والشغل دوت، اتس اوكي تعمل حاجه يعني لا تعوض
لو ضاعت منك فينفع تعمل السلوشن ده. ساعتها بقى انا عايزك تكتب لي كده، حضرتك تمسك لي ورقه وقلم كده، يعني التوليفه اللي اتعملت دي ريت كام؟ يعني تخيل معايا كده، بدل بقى ما نقعد نوجع راسنا، هنروح جايين كده وجايبين برنامج البينت براش، كنترول ان دون سيف، وحضرتك بعد ما درايف من دول مثلا، الدرايف ده داخليا جوه وليكن معمول ريد 6 مثلا، ده معمول ريد 6 اساسا، ما بينه وبين اخواته ريد 6، واحد تاني ما بينه وبين اخواته جوه داخليا معمول ريد 10 ما بينه وبين اخواته، التالت ما بينه وما بين اخواته معمول ريد 5، والرابع معمول بينه وبين اخواته ريد 1، يعني على سبيل المثال جينا ورحنا عملناهم كلهم في ريد 5، رحنا جايين كده حطناهم في بوتقة سميناها ريد 5 الدرايفز دي كلها، لكن بينه كل واحد بينه وبين اخواته سكة تانية اهو تك، حطناهم في بتاعة كبيرة حطناها كلها ايه ريد 5 يا معلم. قول لي بقى المنظومة الريد 5 دي في الاساس بقت ايه؟ يعني هي ريد 5 اتس اوكي، بس مبنية على ايه؟ ريد 6 و 10 60، انت بتقعد اضرب يعني 6 في 10 ب 60 في 5 ب 301، ريد 301 والاساسي 5 ريد 306 كده وهكذا يعني. طبعا ده هبل، وان انت تفكر بالطريقه دي هبل، بس انا بفهمك حاجه، ان انت ممكن يكون الاساس بتاع كل درايف من دول حاجه مختلفه انت حاميه بطريقه ما، ولكن في الاخير انت عاملهم كلهم ريدي على ريد 5، بحيث ان لو حصل اي حاجه للداتا بتاعتك انت حامي نفسك. طبعا من افضل اساليب الحمايه اللي ما بتضيعش مساحات الريد 5 ده، كنترول زي يعني ما بيضيعش مساحات، يعني اقل واحد في تضييع المساحات اللي هو الريد 5، الريد 1 اللي هو الميرور العادي ده اكتر واحد بيضيع، من اكتر الناس اللي بتضيع مساحات. طبعا اكترهم عندك الريد 10 لان 3 هاردات، يعني ده اكتر واحد بيضيع هاردات. الريد 6 بيضيع برضو بس اقل طبعا من الريد 1، طبعا ريد 5 اقل حاجه بتضيع الهارد ديسكس. حد فاهم حاجه؟ اللي فاهم يكتب 7، اللي مش فاهم يكتب 8، اللي فاهم يكتب 7، اللي مش فاهم يكتب 8. خليل مش فاهم عشان قفلت المايك ولا عشان انت مش فاهم فعلا؟ يا خوليو مش فاهم ايه؟ طيب انت حاسس تلخبط بين الانواع ديت؟ لا مش فاهم. طيب الاول انت فاهم الريد 6 يا هشام انت وخليل؟ يعني ايه ريد 6؟ طيب مش فاهم الريد 6، طب فاهم الريد 10؟ خليل اه. طيب وهشام؟ لا برضو. جميل. طب فاهم الريد 5؟ اه يعني ولا يعني. طب فاهم الريد 1؟ ده انا حقت لك يا هشام، ما انت فاهم ايه؟ طب ما تقول لي من الاول انت مش فاهم. طيب يا ابني انت هو
الريد وان ده حق انت وهو اني كنت تقبالي بالتدريج. لا حلو ولا جامد ياد؟ لا اسلوب تعليمي كويس ياد انت وربنا انت وهو. انا هعمل فيكوا هقتلكوا دلوقتي. بص يا ابني ما تبصش للرسمة اللي في اليمين اللي في الشمال، بص في الرسمة اللي في اليمين دلوقتي. عندك هارد ديسك اهو في الجهاز ومعك هارد ديسك تاني في نفس الجهاز، حلو كلام. عملت خاصية اسمها الريد وان، الريد وان اللي هي الميرور، فالديتا اللي هنا هتبقى هنا، ده اسمه ميرور. ميزته ان لو هارد ديسك حصل له حاجة التاني في الداتا، عيبه ان انت ده تيرة وده تيرة في واحد منهم مش مستغل. ليه؟ لان مش تيرة زي التيرة بقى اتنين تيرة تحط داتا في اتنين تيرة، لا انت تحط داتا قيمتها واحد تيرة بس مش اتنين تيرة. ليه؟ لاني واحد مراية للاخر. دي اتفهمت ولا لسه؟ لو فهمتها اكتب واحد، ما فهمتهاش اكتب اتنين. طيب ده الريد وان يا خدريش منك له، حلو كلام؟ حلو كلام اللي هو اللي هو الميرور. الريد فايف ما انت كنت كاتب مش مفهوم قبل كده. الريد فايف ان على الاقل في ثلاث هاردات بينسخ ما بينهم الداتا، ولو هارد ديسك منهم حصل له حاجه مفيش مشكله، الهاردين التانيين بيقوموا بالواجب. طب لو اكتر من ثلاث هاردات اربع هاردات برضو الريد فايف ما عندوش مشكله، لو مات منه هارد مفيش مشكله. يبقى دي فايده الريد فايف، خاصيه الريد فايف ان هو لو عندك داتا خلاص فهمت، لو هارد منهم توفى مش مهم، واحد على ايه. الله ينور عليك. صعبه كده؟ حلو. الريد تن ده حق عندك ثلاث هاردات معمول منهم ثلاثة ميرور، يعني مش اتنين ميرور بقى، الميرور كان ما بين اتنين، لا عندك ثلاث هاردات ما بينهم ميرور، يعني التلاتة كأنهم هارد واحد، فده تيرة وده تيرة وده تيرة بيتقروا على انهم مش ثلاثة تيرة، تيرة واحدة. ده الريد 10 ثلاث هاردات كل واحد تيرة 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 بس، فانت نسخت الداتا في واحد بيتنسخ في الاتنين التانيين، شبه الاولاني اللي هو الريد 1 بس الفرق ان هو فيه هارد زيادة. وصلت؟ ده الريد 10 صعبة؟ فهمتها؟ طيب نقول له كنترول زد، كنترول زد. طيب نرجع لموضوع الريد 5، فاكرين الريد 5 لو واحد منهم توفى الباقي كله شغال. طيب قال لك الريد 6 بقى ان لو انت قلت لو واحد ما حصل له حاجه خلاص، طب لو اتنين لا كده الدنيا باظت. حلو الكلام؟ ايوه يا فندم. سيبنا اكمل طيب وبعد كده اشرح اسال انت. اتفضل يا فندم. لا لو واحد باظ التاني عليه الداتا. بالظبط كده زميلك بيقول لك التاني مرايه له، مرايه اللي فيه الداتا، يعني فيه الداتا مش مرايه له يعني بايظ يبقى بايظ زيه كده يعني. طيب احنا قلنا ان في الريد 5، ان في الريد 5 فهمت دلوقتي؟ طيب الريد 5 قلنا ان في هارد ديسك لو حصل له حاجه مفيش مشكله الدنيا تكمل، طب لو هاردين لا الدنيا تضيع. قال لك لا احنا هنا بقى في الريد 6 قال لك يا باشا الفولت توليرنس مع هاردين. يعني ايه هاردين؟ يعني الداتا لو في هاردين حصل لهم حاجه مش مشكله عادي، الداتا لسه ما زالت موجوده. وصلت؟ ده الريد 6. وصلت يا رجاله؟ لو وصلت اكتب 3، لو فهمها اكتب 3. حلو جدا. ده الفروق ايه ما بينهم؟ موضوع بقى تدمجهم في بعض يطلعوا لك مش عارف ايه، ده مش مطالب بيه انت. ده انت مش مطالب بيه. ارجع بقى اتفرج تاني على الفيديو ان انا ازاي عملت فيرتشوال هارد ديسكس وازاي ظبطتهم، ده لازم تتنفذه عملي. وعايز اشوف ده الكلام ده واجب المحاضره الجايه ان شاء الرحمن، ان الناس تسجل الكلام ده عملي. عامل اللي عمل لي ريد 101 عملته ازاي؟ سجل بالفيديو عندك برنامج الكاماتيزيا او الكاماتيزيا دوت، البرنامج دوت محطوه لك على الـ على الـ على الكلاود، اعمله داونلود واشتغل عليه وسجل لنفسك ووريني كده ايه الاخبار يعني. خلاص شباب الناس فاهمه؟ يا ريت لو كل الناس فاهمه تكتب 5
لو في حد عنده اي مشكلة يكتب 6 ويسأل السؤال بتاعكم. اتفضل يا رجالة. اتفضل يا حبيبي انت صغير اسأل. موجودة عندك في المنهج ان شاء الرحمن هوريها لك، موجودة عندك في المنهج بتاع 2016 في الكتاب نفسه، المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبص عليها، موجودة بيتكلم عن الريدز والكلام ده، وعندك الويكيبيديا فيها الكلام ده برضه. تسلم. طيب محمد خليل بيقول لك 5 يعني تمام وسؤال. اتفضل يا باشا اسأل سؤال. اتفضل يا خوليو. ان بدل هارد يبقى هاردين، اه يعني بدل ما اتنين على ان مش واحد على ان، اه اتنين من الهاردين، لو هاردين باظوا الدنيا ستيل كويسه. انت تؤمر يا استاذ، ربنا يخليهم لك يا رب. طيب الشباب فاهم كله تمام الحمد لله. طيب نقفل التسجيل واشوفكم على خير المحاضره الجايه ان شاء الرحمن، تكونوا مبسوطين وفاهمين وصحيين مش نايمين، ربنا ييسر. اشكركم جزيلا واشوفكم على خير المحاضره الجايه ان شاء الله. شكرا شباب.